صباح الخير، مساء الخير، ايا كان الوقت اللي بتتابعوني فيه، من كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسعادة وبهجة وفرحة وحاجات حلوة كتير ان شاء الله. النهاردة الفيديو بصراحة انا ما سابت صدمة ليا، يعني انا مش عارفة هي فضيحة المكان ولا هي صدمة، انا يعني مش قادرة استوعب او احدد له مسمى معين، بس بجد ازعجني جدا. يعني وانا حاسة ان انا كان المفروض ان انا ما كنتش ناوية ان انا اعمل فيديو كده، بس بجد لما بسبب مامتي انا عملته. هقول لكم ازاي. انا طبعا كنت في اجازه اللي متابع القناه عند مامتي زياره او اجازه زي ان كان مسمى، في اسكندريه. رحت كارفور اخر مشتريات ليا، كان في فيديو مشتريات على القناه بتاعت عروض كارفور، دي كانت مشتريات والدتي مش مشترياتي، فانا جايبه نفس المشتريات او قربها من الحاجات المدخنه، لان انا بحب الحاجات المدخنه جدا، بقى سواء تونه اي شيء مدخن، رومي، فراخ، اي حاجه مدخنه انا بحبها، فاشتريت منها. فقلت ما مش ضروري ان انا اعمل فيديو تاني ليها، يعني مشترياتي انا. لما جيت هنا البيت بفتح الحاجة واستخدمتها والدنيا تمام خالص، الاقي ان المشكلة ان الصلاحية انتهت، يعني مش كلها، عشان انا اقول انا جبت حاجات كتير بس انا لقيت حاجات الصلاحية بتاعتها منتهية، فهي 21، انا مش عارفة هي باينة في الكاميرا اهي، الصلاحية هنا يوم هتنتهي 27/1/2019. ده مش مشكلة لان انا كنت شاريها قبلها بكام يوم، مع انها انا شاريها المفروض من كارفور، فالمفروض ان هي ليها وقت يعني، تمام. هنا بقى المشكلة ان 21، بس يا كيجي، 21/1/2019، يعني انا ده وانا بشتريه للأسف كان صلاحيته منتهية، وللأسف ان انا استخدمته واكلنا منه وانا مش عارفة اساسا يعني ان الصلاحية ده بالصدفة البحتة. انا اتفاجئت ان دول صلاحيتهم مختلفة عن بقية الحاجات اللي انا جايباها. طيب لما انا احط حاجات وسط المشتريات، انا جيت ليه بقى؟ بسبب ماما. انا وانا هناك بجيب من كارفور، بقول لها هبص على الصلاحية، فبصيت على واحد بس او اتنين، قالت لي لا كارفور اشتري وانتي مغمضة، تمام. ففعلا خدت بقى كله وما بصيتش للصلاحية حاجة حاجة وخلاص وتمام. وبسبب كلمتها دي انا عامله الفيديو النهارده، لان لو في تفكير مامتي او برضو خالتي برضو نفس التفكير اللي هو كارفور او حاجه ليها اسم نشتري واحنا مغمضين، تمام. لكن المشكله ان انت لو انت بتبيع لي حاجه اكس باير، انا اعرف ان الاكس باير دوت موجود في الرصيف في محلات معلنه ان هي اكس باير، فانا بخش اجيب اختياري، وما بتكونش في المنتجات الغذائيه، يعني ممكن تكون في الشوكولاته، في بعض حاجات غذائية معينة وبيكون فاضل ايام، يعني انا عارفة ان انا هجيبها وهاكلها قبل ما فترة الصلاحية تنتهي. لكن انا ان انا اشتري من حاجة كلها تكون كلهم صلاحيتهم تمام وفيهم كام حاجة تيجي معايا صلاحيتها منتهية اصلا، دي انا بالنسبة لي كارثة. وحاجات غذائية، طب لو طفل اكلها، وانا معرفش بصراحة اذا كانت مضرة كمان بالصحة ولا لا، فيعني مش لاقية كلام بصراحة اقوله. انا عارفة لو اي حاجة انت منزل عليها اوفر، تمام، انت عشان مكان كبير وليك اسمك بتنزل لك عروض خاصة، يعني حتى لو الحاجة عليها عرض ما انا بجيبه منك، لان انت بتبقى واخد الحاجة من الشركات بعروض خاصة عن اي سوبر ماركت صغير، فعشان كده بتبقى فيه عروض، يا الا بقى تبقى دي عروض وهمية. طب انا شارية دوت لاكتيل من فتح الله، وده كان عليه عرض، وهو العرض تقريبا كان يومين او حاجة، وصلاحيته ما فيهاش اي مشكلة خالص، وكان نازل بنص الثمن ب2.5 جنيه، بس ده كان فعلا عرض، عرض بقى مش شركة، عرض من الهايبر نفسه، بس انا اعرف ان هما بيعرضوا منتجاتهم في الهايبر، بتكون النظام تأجير ارفف، يعني ده على حد علمي والله اعلم. انا كمان لدرجة ان انا ما احتفظتش حتى بالفاتورة لاني ما كنتش متوقعة ده، واحنا كنت فعلا ممكن اكمل الاكل فيه من غير ما ابص للصلاحية، بمنتهى الصدفة البحتة يعني انا بصيت للصلاحية، ويمكن كمان مش انا اللي شفتها، احمد جوزي شافها بالصدفة برضه. لكن هنا بقية الحاجات تمام خالص، كانت صلاحيتها تمام ومفيش مشكلة، فمعناها ان انا وسط الحاجات اللي فيها صلاحيتها كويسة في حاجات صلاحيتها مش كويسة. انا الفرق بس كنت جايبه السلامي ده عن مشتريات ماما، ودوت عشان انا كنت حابه اجربه، كنت بنطلبه في البيتزا بره فكان عاجبني، فقلت طب انا اجربه واعمله في البيت، تمام. هنا بقى دي مش المشكله في الصلاحيه ولا في اي حاجه، البسطرمه انا دايما بحب الحاجه اللي من غير توم، يعني في البسطرمه بالذات.
يعني انا الجزء بس اللي انا دقته منها ممررة بشكل بشع، يعني بشكل اللي هي ما تتاكلش بجد. وصلاحيتها هنا مش هي المشكلة، مش في الصلاحية بتاعتها هي تقريبا بقى، ديت المشكلة في المنتج نفسه، لان هي طعمها انا عن نفسي محبتهاش نهائي. انا اتمنى ان احنا مكان كبير مكان صغير ايا كان الحاجة اللي احنا هنجيبها نبص للصلاحية بتاعتها. انا بحب السكينة بس دي، يا كاج دوري بالسكينة عشان دي. صحتنا، عشان صحة اولادنا، علشان ده ضروري ما ناخدش بالنا المكان ده كبير المكان ده صغير. يعني انا بس انا كنت للواحد بيحب يعني يجيب من فتح الله، يجيب من كارفور، يجيب من الحاجات اللي ليها اسم لسبب واحد بس، ان انت هتشتري كل حاجة الشهر او حاجة الاسبوع، هتشتري سلع غذائية كتير. لو هتقفي تدققي في كل حاجة حاجة هتاخدها في الصلاحية عايزة وقت فوق الوقت يعني. بس للأسف هو ده ضروري. يعني انا حبيت ان الفيديو دوت يكون نصيحة للناس اللي زي والدتي كده او زي مامتي، ان هم اي مكان معروف لا نجيبه واحنا مغمضين عينينا، لا مفيش مكان نجيبه واحنا مغمضين عينينا، احنا لازم نركز جدا في الحاجة واحنا بنشوفها. بس مش لاقي اي كلام يعني، وللأسف ان الحاجات دي كلها خلاص كده دول مش هيستخدموا، ومش هقول اي حاجة خالص يعني. واتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم. بقول لكم باي باي.